بقى الناس دي بتتكلم على ايه وايه اصلا الريليشن ما بينهم وبين بعض ليه هم موجودين وهكذا. لو عرفت نفسي انا اسمي محمود النووي انا اكسبرت وكريدتس تو سيرتيفايد رابع مين بدرس الكورس بتاع الكريدتس تو بدرس الكورس بتاع ايزو 20000 بدرس الكورس بتاع ايزو 27000 والحقيقه ان شاء الله بعدين ان شاء الله يعني عملنا شغل كويس برضه في الكوبت وباذن الله طبعا مين في كمان فريم ورك كمان كبير دخلوا قريب حاجه اسمها التوبيات ان شاء الله هيبقى من ضمن الحاجات اللي هنعملها ديسكشن مع بعض. فانا حابب الاول اتعرف كده اهو بسرعه جدا جدا على الناس اللي موجوده تمام كده اهو بس ان احنا عارف بس الباك جراوند اللي موجوده معانا ايه الاخبار وعشان نحاول بقدر الامكان بيلد اكزامبلز اللي احنا هنقولها نقرب للناس اللي موجودين كلها. خلينا نبتدي من يميني ها محمود المطاوي سينيور سيستم بلانر في حسن سيدي شركه سيدي فور هوستنج ويب ديفلوبر ويب ديفلوبر محمد حبيب انفراستراكشر محمد طارق سيستم ادمنستريشن شركه اسمها ايبرو محمد عويس سيدي فور هوستنج ورانا جميله بلاطه اي تي دايركتور جاب كنترولين اشرف جابر سيستم انجينير سيد احمد تليفون برودكت انجينير مدرب انا مش مستوعب اي تي مدير دلوقتي ايه طيب ان شاء الله النهارده هنتكلم على مجموعه حاجات لطيفه جدا خلينا نبتدي الاول خالص بالجزء بتاع بيفور وي ستارت وهنتكلم على حاجتين الجزئيه الاولانيه واتس ان فور وي اصلا بقى طيب انا دلوقتي عايز اعرف الفريم وركس والحاجات اللي زي كده هو هتفيدني في ايه البلاسز اللي هي تاني حاجه هنتكلم على ديفينيشنز الفرق ما بين كلمه فريم ورك ميثودولوجي بروسيس وستاندرد طول عمرنا نسمع الاربع حاجات دول وانا شخصيا لحد مثلا من ثلاث اربع شهور فاتوا كنتش عارف الفرق ما ده اوكي البروسيسز بتاعت البرنس 2 الفريم ورك بتاع البرنس 2 الميثودولوجي بتاعت البرنس 2 يا جماعه ده ايه وده ايه وده ايه وده ايه عايزين نعرف الفرق ما بين الاربعه ايه عشان دي احنا كده اهو بنسيت الترمينولوجي لما نقول فريم ورك نبقى عارفين يعني ايه كلمه فريم ورك لما نتكلم عن الميثودولوجي نبقى عارفين ايه ستاندرد بروسيس واحد بعد كده اهو هنتكلم على بعض اكزامبلز للفريم وركس ديت هنتكلم كده اهو جنرالي عليهم كل الفريم وركس ايه اصلا اللي محتاج فريم ورك عندنا وهناخد الاربعه دول هنتكلم عليهم هنتكلم على حاجه اسمها كوبت دي حاجه اسمها كنترولينج اوبجكتيف اوف انفورميشن ريليتد تكنولوجيز هنتكلم على حاجه اسمها الاي تي اي ال اللي هو الاي تي انفراستراكشر لايبرري هنتكلم على البرنس 2 اللي هي البروجكت ان كنترول انفايرمنت وهنتكلم على حاجه اسمها توجاف اللي هي ذا اوبن جروب اركتكت فريم ورك هنعرف انتو ديتيلز كل واحد فيهم بيعمل بعد كده هنتكلم على بروسيسز ماتيوريتي عشان نقدر نقيس الماتيوريتي بتاعه الحاجه بتاعتنا وفي الاخر خالص هنتكلم على ان احنا عندهم كل الفريم وركس اللي احنا هنعملها ديسكشن هنا هون هنحاول نضمها مع بعض في رسمه واحده ونشوف هم ازاي اصلا ريليتد وانترسكتد مع بعض اكروس الحاجات اللي احنا بنعملها تمام فخلينا نبتدي على طول بالواتس ان فور يو نتكلم على النولج از باور يعني الفكره فينا ان احنا انديفيدوالز وكوربريت كمان طول ما الستاف اللي معانا طول ما الناس اللي حوالينا عندهم النولج دي هم هيقدروا يشتغلوا بشكل احسن بشكل بروفيشنال اكتر تمام كده اهو فالنولج از باور وبالتالي نو مور كل ما تعرف اكتر مفيش معلومه هتعرفها هتضرك انما ممكن لو في معلومه ما عرفتهاش هتبقى يعني مش عارف الدنيا فيها ايه مش عارف البيست براكتس بتاع حاجه معينه وبالتالي هتبرفورم اقل من اللي انت هتبرفورمه لو انت عندك المعنى. جيت ريدي، جيت ريدي بمعنى ان انت دايما كانوا يقولوا لنا الاكزامبل بتاع التشانس اللي ممكن تجيلك هي عباره عن اوبورتيونيتي هتيجي وده شيء مفضل مع ان انت تو بي ريدي. تمام؟ وبالتالي انت ممكن تجيك زي وظيفه، ممكن يجي لنا بروجكت، ممكن يجي لنا مثلا سبلاير جاي بيبيع سوفت وير او يعني اي تي سيرفيس بشكل عام تمام كده؟ فانا لازم ابقى ريدي ان انا اقدر اكوميونيكيت مع الاوبورتيونيتي اللي موجود. هاو تو جيت ريدي از فيري سمبلي باي يا اما نو يا اما نو مور يا اما تو جيت سيرتيفايد. تمام؟
بعد كده بي ا بايونير. كلمه ان انت تو بي ا بايونير دي كلمه لطيفه جدا جدا وفي كل حاجه. ستارتنج من واحنا صغيرين كانوا بيعلمونا لا بص اعرف ده واعرف ده واعرف ده، انت شغال في ايه ديفلوبر، اعرف انفراستراكشر انت شغال في ايه انفراستراكشر، طب اعرف الجزء بتاع الابلكيشنز وهكذا انت شغال ايه ديفلوبر، اعرف السكيورتي وهكذا. تمام، فبين ا بايونير ده فور شور هيفتح لك اوبورتيونيتيز ومجالات اكتر. تمام، being the first ان انت تعرف الحاجه will give you advantage ده. تمام كده اهوت. الجزئيه بتاعت being a pioneer دي لطيفه جدا جدا، انت كل ما عرفت اكتر وكل ما عرفت الاول كل ما هيديك ادفانتج على الاقل بتاعت الزمن، لان انت لو عرفت المعلومه النهارده وبعد كده عرفتها اليوم اللي فات. كل ما عرفت المعلومه الماتيوريتي بتاعت المعلومه دي عندك هتنهانس طول ما انت ماشي معلومه. في الاخر خالص حاول تشينج الكالتشر باللي انت اتعلمته واللي انت شايفه صح. لان يعني كتير جدا جدا من الانفايرمنت هتبص تلاقي الانفايرمنت يا اما تستني فعلا وهكذا فهيبقوا اوريدي واخدين نفس الباث دوت معانا، هيبقوا واخدين نفس الجيرني ديت معانا، او ان هم لا كلنا شغالين اولموست اولد ستايل، مفيش فريم ورك مفيش ستاندردز ماشيين كده ايه ربنا يكرم ان شاء الله، او باي اكسبيرينس وهكذا. تمام، فوانس ان انت بقى عندك النولج ديت الكالتشر تشينج ده مفيد جدا جدا، انت هتعمل انفلونس لكل اللي انت اتعلمته مع التيم اللي معاك علشان تجو فورورد مع الناس اللي معاك، انت هتعرف معلومه واللي جنبك هيعرف واحده ثانيه، بعد شويه هتكسشينج النولج ديت وبالتالي كل واحد فيكم بقى اخر النهار معاه معلومه. تمام؟ بالنسبه ل النيدد ورك سكيل ودي هنتكلم فيها بسرعه جدا جدا عشان نعرف احنا ايه الجزئيه اللي احنا هنتعامل فيها. نقول ان السكيلز اصلا عباره عن مانجيريال سكيلز، سوفت سكيلز وتكنيكال سكيلز. مين احنا النهارده هنتكلم على المانجيريال سكيلز لان اغلب الفريم وركس اللي هنتكلم عليها بتتكلم على مانجنج حاجه، مفيش حاجه تكنيكال بالايد ومفيش حاجه فيها مش سايبين حاجه للاهواء النفسيه. اولموست المفروض واحنا بنتكلم على فريم وركس المفروض الناس هتتكلم بشكل سيستماتيك كله مكتوب، الرولز والريسبونسابيلتيز بتاعت الناس معروفه، الاورجنايزيشن بتاعت التيم اللي شغال في الحته دي هيبقى معروف وهكذا. نتكلم بسرعه كمان على الليفل اوف اديوكيشن ودي هتفيدنا قوي قوي للليفل اوف ديتيلز اللي احنا هننزله، لان احنا النهارده عايزين في ثلاث ساعات هنكفر حاجات كتيره جدا جدا. المفروض ان احنا في ناس بتاخد سيشن كامله انتروداكتوري للبرنس 2 وسيشن ثانيه بناخدها انتروداكتوري للكوفيد وسيشن ثالثه للايتل وهكذا. احنا النهارده هنتكلم على كل الفريم ووركس وهنسمرايز الدنيا دي هي وهنلمهم مع بعض في رسمه واحده، فمهم جدا جدا ان احنا نعرف الليفل اوف ديتيلز اللي احنا هنخش. فبنقول الليفل اوف اديوكيشن بتبقى نو سمثينج اكزيست وده اللي احنا عايزين، ده الكور بتاعنا النهارده ان احنا نعرف ان في فريم ورك ده، ان في الستاندرد ده، ان في الميثودولوجي دي وهكذا. تاني حاجه ان انت تنور الكونسيبت تعرف اصلا هي بتتكلم على ايه وايه الميجور كومبوننتس بتاعتها. بعد كده هو هنتكلم على الهاو تو، مش هنتكلم على يعني المفروض الناس تبتدي تخش فيه الهاو تو ابلاي وهاو تو سستين او هاو تو كيب. تمام؟ ففي جزئيات هتلاقوني بجري فيها شويه او بص هتلاقوا الكلام ده زي ما هو، في جزئيات هنقف فيها وهنتكلم وهنعمل اوبن ديسكشنز واحد. فبليز فيل فري قوي قوي ان انتوا توقفوني في اي وقت وتسالوني ولا نسال انتوا ديتيلز وهكذا، بس قدر الامكان هنحاول نستيك للجزئيه دي عشان نعرف ان شاء الله نكفر كل حاجه. طيب عشان نبتدي الحقيقه احنا نبتدي بتاني الفريم وركس والميثودولوجي والستاندرد والبروسيسز لان ده مهم جدا جدا ان احنا نعرفه. فعشان نبتدي اتكلم عليهم الاول هنحتاج نتكلم على الاي تي ريسورسز. عارف طيب انا لو انا بتكلم على الاي تي جنرال الريسورسز اللي معايا ايه هي؟ اول حاجه واهم حاجه في اي اي تي اورجنايزيشن في اي تي اورجنايزيشن او اي تي ديبارتمنت او هي الاوبجكتيفز. لازم الاي تي يكون عنده الاوبجكتيفز. وفي شور الاوبجكتيفز بتاعت الاي تي دي هتكون انهيرتد من البيزنس اللي هو شغال. فاول واهم اسد عند الاي تي هو الاوبجكتيفز بتاعت الاي تي. بعد كده في اربع حاجات بالنسبه للريسورسز اللي هم البيبل البروسيسز الاورجنايزيشن والتكنولوجي. تمام؟ ايه ده وايه ده؟ بيبل هم الناس البشر فعلا بجد، البروسيسز الستبس اللي الناس بتمشي عليها عشان تعمل شغلانه معينه. تمام؟ الاورجنايزيشن هي الفكره فيها الرولز والريسبونسابيلتيز واحنا لينكد ببعض ازاي اوفيشال
جوه البروجكت، جوه السيرفيس مانجمنت اللي احنا بنقدمها، المانجمنت بتاعها عامل ازاي، جوه الجفرنس بتاع الاي تي وهكذا. وبعد كده هو التكنولوجي از ذا تكنولوجي اللي احنا كنا بنستعمله، الراجل ده التكنولوجي بتاعته حاجه الديفلوبمنت، الراجل ده التكنولوجي بتاعته حاجه الكوميونيكيشن وهكذا، الراجل ده حاجته بتاعت السكيورتي وهكذا. بعد كده هو في مجموعه ريسورسز ثانيه، يعني مثلا ما بين الاورجنايزيشن والبروسيسز نلاقي فيه جولز حصلها سكه، الجولز اللي مترجمه من الاوبجكتيف والاورجنايزيشن والبروسيسز، و الاوبجكتيف والاورجنايزيشن والبيبل في رولز وريسبونسابيلتيز، في السكيلز وفي التولز. وبعد كده هو ده يدينا ليدرشيب ونولج واكتيفيتيز وتكنيكال انفراستراكشر. يبقى دي كل الريسورسز بتاعت الاي تي موجودين هنا. طب هي ايه علاقه ده بقى باللي احنا بنتكلم عليه، فريم وركس والبروسيسز والميثودولوجيز والستاندردز؟ واضح جدا جدا ان دي البروسيسز اهي، خلاص سيكونس اوف ستيبس ارينجد ان سبيسيفيك لوجيكال اوردر يوز تو سولف ا بروبلم اوت تو ايتش اذر. فدي مجموعات البروسيسز، الكومباينيشن بتاع دول هي دي الفريم ورك. تمام، حلو جدا. طيب وايه الميثودولوجي؟ اقول لك يا سيدي ان احنا لو جمعنا مجموعات الريسورسز دي بشكل معين يبقى ده مثلا الفريم ورك بتاع اكس. طيب في ناس ثانيه قعدوا فكروا لا ان الترتيب لازم يبقى مختلف شويه، فدي تبقى الميثودولوجي 1. خلينا ناخد مثال كلنا عارفينه، البروجكت مانجمنت. في عندنا ان صح القول اثنين ميثودولوجيز للبروجكت مانجمنت، البين بوك والبرنس تول. تمام كده اهوت، يبقى ادي كمان وصلنا الى مرحله الميثودولوجي، يبقى ادي البروسيسز ستيبس مجرده ما فيهاش اي حاجه، لا انبوت ولا مجموعه بروسيسز ولا اوتبوتس. تمام كده اهوت، والفريم ورك هو تجميع الريسورسز اللي عندي بتاعتي انا كاي تي عشان اعمل حاجه معينه، عشان امانج حاجه معينه. وفي الاخر خالص الميثودولوجي از ا واي اوف merging ذيس ريسورسز عشان اوصل لاوبجكتيف. تمام كده؟ طيب امال ايه هو الستاندرد؟ الستاندرد ده حاجه بقيس بيها. تمام كده؟ از ا واي اوف measurement لي هاو اي دو فولو ماي ميثودولوجي achieving التارجت اللي انا حاسبه. تمام؟ طيب يبقى تاني بسرعه كده جدا جدا، الفريم ورك تولز يوز تو دو سمثينج، بروسيسز ستيبس اوف دوينج سمثينج، ميثودولوجي ا واي اوف دوينج سمثينج، ستاندرد سمثينج تو كومبير. سهله بسيطه مش اختراعات، مبسطه جدا. تمام؟ طب ايه الفرق ما بين الفريم ورك والميثودولوجي؟ يعني هو شويه مثلا الاكزامبل بتاع الفريم ورك هو الـ او البي ام بي از نوت ميثودولوجي، البي ام بي المفروض ان هو ده ميثودولوجي ما بيديش ستبس، ولو المفروض تعمل يعني بتعمل كذا بس كذا ده هتعمله ان ويتش اوردر ما بقولكش تفصيليه زيه زي البيزنس اناليسيس مثلا ماضي وفات، وبرضه بيشرح لك شويه نولج اريز تعرفها لكن هو ما بيقولكش ايه البيست واي ازاي تعملهم اوردر. في ناس بقى بتتكلم ان انت تانلايز عن طريق الداتا اناليسيس، في ناس بتتكلم ان انت تانلايز عن طريق البروسيسنج، واحد ثاني بيانلايز عن طريق ان هو يمسك الفرونت اند مثلا او ان اليوزر هيشوفه وبعد كده يرجع لورا. يعني دي بقى اللي هي دي الديفرنس ميثودولوجي. ايه الفرق ما بين الميثودولوجي بقى والفريم ورك؟ عشان كده قلت وانا بتكلم فيها ممكن تنصحها القرض، لان انت عندك حق فعلا البين بوك فور يو تو نو. هو الراجل الحمد لله فوكس منكم قاعد جنبكم وقال لوحده البين بوك از نوت ا ميثودولوجي. بس دي عركه احنا هنوصلها، يعني احنا هنوصل لمرحله البين بوك وان احنا نقعد نناقش مع بعض في المسائل بتاعت البين بوك. تمام؟ انما الثاني الفرق ما بين الفريم ورك والميثودولوجي ايه؟ الفريم ورك هي زي ما بقول لك الكومباينيشن بتاعت كل الريسورس اللي هي معاك. يعني مثلا الراجل ده هيتكلم على الاورجنايزيشن اللي هي هيتكلم فيها على الرولز والريسبونسابيلتيز، وهيتكلم مثلا على الاوبجكتيفز. واحد ثاني هيقول لك لا انا هتكلم على الاوبجكتيف والسكيلز. عشان توصل عشان تعمل حاجه معينه. يبقى الفريم ورك هي الريسورسز متجمعه مع بعضها. ميثودولوجي هي الكفر اللي بيتقدم لك فيه الفريم ورك دوت بكل الكونتنتس. تمام؟ طيب ده النهارده اللي قاعده كلها انا عندي استعداد اسبند الثلاث ساعات اللي جايين عشان نجاوب على السؤال. ايه هي الحاجات اللي needs to be managed جوه الاي تي؟ تمام؟ وهسيب السلايد شويه وهاجي هنا كده على جنب
استنى من حضراتكم تقولوا لي ايه هي الحاجات اللي ممكن تبقى محتاجه مانجمنت في الاي تي. احاول اساعدكم. خلينا مثلا ان احنا ممكن نقول البروجكت مانجر. بروجكتس نيد تو بي مانجر. ايه تاني ممكن يبقى محتاج تو بي مانجر؟ البروسيسز. هاي مظبوط. البروسيسز بتاعت ايه بالظبط؟ يعني بتاعت مانجنج بروجكت ولا بتاعت السيرفيس مانجمنت؟ يعني البروجكت مانجمنت ولا السيرفيس مانجمنت؟ احنا اتفقنا من شويه ان البروسيس. طب ما هو البروجكت ما فيها بروسيس، واحده من الكونتنتس بتاعتها بروسيسز، وايا كانت اللي احنا هنكتبها بعد شويه فور شور هيبقى فيها هي كمان بروسيس. يعني سيرفيس ليفل مانجمنت يعني زي سيرفيس ليفل. اكسلنت. هاي صح، جميل جدا. يبقى السيرفيس ليفل مانجمنت وهكذا. اس ال ايز. هاي مظبوط. الاس ال ايز جواها ايه تاني؟ حد يساعدك؟ الرولز والريسبونسبيلتيز بتاعت التيمز. ها؟ طيب خليني اساعدك. انا هحاول مش هساعدك ولا حاجه، انا كل اللي انا هعمله ان انا هترجم بس اللي انت قلتوه في النقطه الثانيه لجمل كلمه واحده بس ممكن تكون اشمل شويه. انا هسميها الاي تي اس ام، الاي تي سيرفيس مانجمنت. الاوبريشنز. الاوبريشنز. طيب اخو بروجكت كبير، مين اخو كبير؟ مانجمنت مثلا او يعني ريسورسز افيلابيلتي بلاننج، ريسورسز كاباسيتي بلاننج. اكسل كل ده هتخش هنا. طيب مين بابا وماما بتوع البروجكتس؟ بروجرامز والبورتفوليوز. تمام كده اهوت. يبقى في عندنا بروجرامز، بورتفوليو، اول حاجه اتكلمنا عليها في الاي تي ريسورسز اللي اتكلمنا عليها من شويه الاوبجكتيفز. بصي حضرتك اوبجكتيفز، انا محتاج امانج الاوبجكتيفز بتاعتي. مانجمنت. تمام كده اهوت. اوكي. انفورميشن سكيورتي برضه مش داخله لا هنا ولا هنا ولا هنا. اوكي ممكن الراجل ده بيتكلم عليها عن استحياء بالظبط كده اهوت، بس لها سيكشن كامل الناس بتحب تتكلم عليه وهكذا. طيب خلينا نجوب بسرعه كده هو جدا للحاجات اللي مينلي لما قعدنا فكرنا لقينا ان الاي تي بيحب يمانج قوي الحاجات دي. اول حاجه انا بيتكلم على البروجكت مانجمنت. ده راجل واضح تسالني واغلبنا تعامل معاه وان واي اور انذر، عشان كده بدانا نجيب سوري. فبنقول ان احنا في عندنا لو بيست براكتسز زي البين بوك بروجكت مانجمنت بودي اوف نولج برنس 2 والايزو بتاع البروجكت مانجمنت اللي هو 21500. ده حاجه جديده، ده لسه نازل اصلا، لسه نازلينه بيجربوه في الناس. تمام. في كمان عندنا البورتفوليو البروجرام مانجمنت اللي هو الاي 303 بتاع ولاد عم البرنس 2، نفس العيله ونفس كل حاجه ونفس الانستتيوتس هي اللي مطلعه. بنتكلم على الاي تي سيرفيس مانجمنت الاي تي والايزو ال 20000. بنتكلم على الاي تي اوبجكتيفز كنترول مانجمنت اللي هم الكوبيت هنتكلم عليه النهارده ان شاء الله باستفاضه، وده الايزو ستاندرد اللي بيتكلم على الاي تي اوبجكتيف مانجمنت. نتكلم كمان على الانفورميشن اركيتكت. نتكلم كمان على الريسك مانجمنت. نتكلم كمان على الانفورميشن سكيورتي، وفي غير الكلام ده حاجات كتيره جدا. في اي حاجه صفر كده مش واضحه، اي حاجه شايفينها والله دي جميله الجزئيه دي كده هتخش هنا كمان، لا هو دي هنا المفروض يجي تشال من هنا اهو. تمام. حاولنا نجمع كل اللي فات ده بقى في سلايد واحد عشان نعرف الريليشن ما بينهم وما بين بعض ايه. بدانا اول حاجه اتكلمنا عليهم شويه الاي تي اوبجكتيفز، قلنا الاي تي اوبجكتيفز لازم تبقى انهيرتد من البيزنس اوبجكتيف، يبقى انا بسيرف البيزنس عن طريق ان انا بقى اعمل له بيزنس فاكتور. وبعد كده عايز الاي تي جايدنس الجفرنس اللي هيترجم ده الى بروسيسز وستبس وجايدنس لكل حاجه جايه بعد كده في الفريم وركس اللي جايه. ومن بعد كده في عندنا السيرفيس مانجمنت بروجكت مانجمنت بروجكت والبروجكت والبروجرام والبورتفوليو. في عندنا الابلكيشن ديفلوبمنت برضه لها بعض الفريم وركس والستاندردز والانفورميشن سكيورتي والكواليتي سيستم، ومن تحتيهم في الاي تي اوبريشن. وانا مش قصدي الاوبريشن الناس اللي هم ايه الاوبريشن، لا كل ما هو اوبريشن الاي تي الديفلوبمنت والديسك والسيرفيس ديسك بقى بمعنى صح الاسم الصح بتاعه والناس بتوع الاوبريشن فعلا واحد. تمام؟
من الحاجات دي كلها يجي بعد حاجه احنا عندنا مجموعه من البرودكتس اللي بتحاول تسيرف الحاجات دي. فاحنا في عندنا الايتم كل التراكس بتاعته كل الريفز بتاعته، في عندنا الكومنت الفاونديشن حاجه لسه ما خدناش البراكتيشنر بتاعه، في عندنا ايزو 20 ايزو 27 و البرنس 2. في كمان عندنا بعض الحاجات اللي لسه اندر ستادي، يعني احنا لسه بنشوف ايه من الحاجات ديت ممكن يكون مناسب لحضراتكم، بحيث ان احنا نقدر لو لقينا ان الناس والله انترستد فيه، لا ده احنا ممكن يا جماعه والله احنا انترستد فيه، هنبتدي لسه ان شاء الله ان احنا ناخد الكريديبيلتي بتاعت ان احنا نقدر ندي اوفيشال كورسز وهكذا، اللي هي المانجمنت اوف ريسك والبي 3 او والتوجاف والام اس بي اللي هي مانجنج سكسسفول بروجرامز. تمام كده اهو. النهارده ان شاء الله هنتكلم على الايتم، هنتكلم على الكوبنت، هنتكلم على التوجاف، هنتكلم على البرنسبل. ثلاث حاجات من اللي عندنا، وفي واحده هنشوف كده اهوت ايه الاخبار عن الحضارات واذا كان في ويلنج ولا لا، بحيث ان احنا ان كيس ان احنا لا لقينا في ويلكمنج من الناس هنبتدي نسعى ان شاء الله ان احنا. طيب خلينا نبتدي اول حاجه بالكوبيت اللي هي كنترولينج اوبجيكتيفز فور انفورميشن اند ريليتد تكنولوجيز. والكوبيت لو هنتكلم عليه وهعرضها الحقيقه صوره واحده بس واضحه جدا جدا وصريحه، لو ان الشركه كلها بتمثل العربيات ديت، كل الديبارتمنتس رايحه في حته، والاي تي او اي عربيه فيهم ماشيه بضهرها، ففي حاجه غلط، ما ينفعش ابدا تبقى الشركه كلها رايحه ناحيه حته وعربيه تبقى ماشيه الناحيه الثانيه خالص، الشكل ده ما ينفعش خالص. تمام كده؟ المفروض ان كل العربيات هيبقى ليها اوبجيكتيف واحد، ان هي مثلا توصل للنفق اللي في اخر الطريق، ان احنا نحقق بروفيتابيلتي، ان احنا نحقق وهكذا. تمام كده؟ فهي دي الجزئيه اللي احنا بنتكلم عليها، الاوبجيكتيف بتاعه الاي تي لازم ماشي ناحيه الشركه رايحه فين. تمام؟ طيب ده خلينا نسال الاول سؤال قبل كده، هو طب ليه اصلا اي تي؟ ليه بقى؟ ليه؟ يعني الناس ليه عايزه اي تي اصلا؟ هو بيز فور الاي تي الاول؟ بزنس. صح كده؟ صح؟ تمام كده؟ طب هم ليه بقى بيدفعوا الاي تي؟ عايزين منه حاجه، مفيش حاجه لله في الله. So simply هم عايزين مننا value. هي دي هو ده الاصل. لو احنا اتكلمنا بالناس بتوع الايتم هيقول لك ايه؟ A mean of delivering value. هو على فكره هو مش عايز منك اكستشينج، مش عايز منك برنامج، ومش عايز منك ورقه مكتوب فيها اناليسيس، مش عايز منك برضه شويه تابلت بشر في حياته. تمام كده اهوت. الله ينور عليك، جزء منها استابيلتي. ليه استابيلتي؟ استابيلتي دي لو انا ترجمتها لك كوبت ريسك اوبتمايزيشن. ستابيلتي يعني ان في بزنس ماشي كويس ديبندنج على السيرفيس الاي تي بتاعتها، انما المهم في الحته دي اللي انا عايز اقول ان هو الفاليو، الناس دي بتقدم لك عشان فاليو، حاجه هم عايزينها ومستنيين ياخدوها منك. تمام؟ طيب وات شود ذا اي تي دو فور ذا بزنس؟ ليه بقى؟ طيب انا عرفت دلوقتي مين اللي بيدفع لي وعرفت هو بيدفع لي ايه، طب انا دلوقتي بقى المفروض ان انا اعمل ايه علشان الراجل ده هو يبقى راجل كويس؟ أول حاجة مش بروفيت، هي بنفيت رياليزيشن. الأول لازم أحقق للراجل ده بنفيت، هو عايز يبعت، هو عايز مين أوف ترانسفيرنج الإنفو من عنده للسبلاير، من عنده للكاستمر، من عنده للبنك، لأي حد. يبقى هو عايز طريقة، أنت تصرف بقى والله تعملها له على إيميل على ميل، تعملها له حمام زاجل، تعملها له بفاكس، تجيب له واحد تقعده جنبه هو ملوش دعوة. هو الراجل عايز منك بنفيت، يبقى خلاص يبقى انا اول حاجه لازم اعملها للبزنس ان انا لازم احقق له بنفيت، ولازم دي على طول تبقى في دماغك. تاني حاجه ريسك اوبتمايزيشن، انت قلتها دلوقتي قلت لي لا لازم تبقى الدنيا ستابيليتي، والستابيليتي دي يعني انا مش اندر ريسك. تمام كده؟ وليه اوبتمايزيشن؟ لان ما اقدرش اقول ريسك ريموفر. ان انا عشان اوبتمايز يبقى انا هدفع فلوس كتير قوي قوي، طيب البزنس هيفضل يدفع لحد فين وانا باوبتمايز؟ اولا بشيب ريموف الريسك، عشان كده بنسميها ريسك اوبتمايزيشن مش ريموفر. تمام؟ وتالت حاجه لازم البيزنس ياخد الاي تي لازم ياخد منها باله منها اللي هي الريسورس اوبتمايزيشن. ان انا ممكن اعمل لك كل ده بس دي ريسورسز دي ريسورسز دي ريسورسز. فلا يوتيلايز الريسورسز اللي عندك يا عم يا اي تي. تمام؟ يبقى هي دي الحاجات اللي هنتكلم عليها ان شاء الله في الجزء. حلو كده؟ الجزء بتاع الاي تي بيقدم ايه؟ بنفيت ريلايزيشن، ريسك اوبتمايزيشن، وريسورس اوبتمايزيشن.
الكوبيت بيتكلم مينلي على حاجتين. الكوبيت قام داخل كده اهوت على الناس بتوع الاي تي، الناس اللي بتتحكم في الاوبجكت بتاع الاي تي، وقام عامل لهم سبليتنج بتو تيمز. التيم الاولاني قال لهم انتوا يا جماعه الجفرنس، والتيم الثاني قال لهم بصوا وانتوا المانجمنت. فاهم كده؟ ان فاكت هو مش دخل جوه الاي تي وقام عامل كده، هو ما دخلش جوه الاي تي وقام فاصل دول جفرنس وقام فاصل دول مانجمنت، لا خالص. هو قام جاء على الاي تي والناس اللي بتستعمله اللي هو الراجل اللي احنا اتكلمنا عليه شويه، الراجل اللي بيدفع الفلوس، وقال لهم انتوا في ما بينكم وبين بعض علاقه صح؟ قالوا اه. قال لنا جميل جدا. طيب اول حاجه لازم تعملوها ان انتوا لازم تتفصلوا اثنين، لازم يبقى واحد عايز والتاني هو اللي بيدي. تمام كده اهوت؟ ففصلناها بزنس واي تي مانجمنت. حلو كده؟ لان الناس دي كانت على طول على طول ماسكين في خناق بعض وعمالين بيتخانقوا مع بعض. في هنا جاب ما بين الاثنين وما بين بعض. انا بدفع كتير وما باخدش شيء، والله هو ما بيقول لي هو عايز من اول مره، الراجل دوت عمال يطلب في ريسورسز، ما هم عارفين الشغل بيتم ازاي. ففي هنا جاب، في جاب كبيره جدا 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 ما بين الاثنين دول، ما بين البيزنس وما بين الاي تي مانجمنت. ما اكتر ان احنا نيجي يا جماعه عايزين نعين واحد، لا الاتش ار مش عايزين، لا بص انت اتصرف كده يا اخوانا، احنا عندنا واحد مش عايزين نجيب واحد مكانه، ده كان شايل حاجات كتير. فاهم كده اهوت؟ فلا لا بصوا انت ايه يا اسطى الاتش ار بيقول لك بتصحيح. فالكوبيت جاي بيحل دي. طب يا جماعه اوكي انتوا عايزين فاليو، انتوا عايزين كذا، خلاص اكسلنت. انا هضطر جيت انا هكلمك بلغتك يا بزنس، انت اللغه بتاعتك اللي انت بتفهمها معايا ايه؟ البنفيت رياليزيشن، انت عايز بنفيت. اوكي طب بصي الراجل ده مش الراجل ده كان بيعمل يدي لك البنفيت 1 2 3 4 انضي بس، وده الله يكرمك ان انت مش خلاص استغنيت عن الكلام ده. ايه ده؟ لا طبعا انا عايز الكلام ده. اه هات لي يا ريسورس مش انا في الاول وفي الاخر انا دليفري الباك، انا بديك الفاليو بتاعتك، انت مش عايز تدفع خلاص ما عنديش سيرفيس ليه؟ حتى ايفن لو انا جوه الكمباني مش طبيعي، وده اللي اغلبنا فيه ان احنا كمباني يعني اي تي از ديبارتمنت جوه الكمباني الكبيره بتاعتنا. تمام؟ طيب خلينا نرجع هنا ان احنا لقينا ان في جاب ما بين الاثنين دول وما بين بعض، عايزين حد يحل الاشكال ده. تمام؟ فلقينا ان احنا في النص هنا هو لازم هنجيب الجفرنس، تيجي ان شاء الله في السلايدز اللي جايه. نقول ان الكوبيت از كومبريهنسيف فريم ورك تو فور جفرنينج اند مانجنج الانتربرايز اي تي. جاب مسك الكلام ده كله قام لا بص يا عم انت جفرنس، انت فوق ده ليك حاجات هتعملها ليك شكل معين، وانت من تحت في الاي تي مانجمنت هنشيل من على كاهلك شويه الحته بتاعت ان انت حرام كل ثلاث اربع ايام تقوم مالي بيها في جيبك من فضل العصاير. ايوه هم ان شاء الله عايزين بين الشهر ده. هم عايزين اعمل كده اهو. طيب نرجع تاني للجزئيه بتاعت البيزنس والمانجمنت، بنقول ان احنا في النص هنا هو هنحط الجفرنس بحيث ان البيزنس يديليجيت للجفرنس، وان الجفرنس هيعمل هيسنت الدايركشنز ل الاي تي مانجمنت، وكده الدنيا بقت واضحه وصريحه. في حد عايز حاجه هينتدب حد عشان يقول لنا هم عايزين ايه، عشان نعرف نعمل لهم الحاجه اللي هم عايزينها ازاي. لان والنبي احنا عايزين سيرفيس كويسه ان شاء الله. لا يا جماعه لو سمحتوا دي مور سبيسيفيك عن كده اهو، احنا عايزين نعرف انتوا النهارده هتفتحوا تريتريز ثانيه، هتفتحوا برانشات ثانيه، نجهز نفسنا على كده، اعمل يا اخي على اتليست البادجت بتاعتي اكوردنج للبلان بتاعتك. تمام كده؟ ولا لا انت انترستد اكتر مثلا بريبليكيشنز مع السبلايرز وداتا انتجرتي ما بيننا وما بين بعض البنوك وهكذا. فالناس دي هتست الدايركشنز دي هتترانسليت البيزنس وهتست الدايركشن للاي تي مانجمنت، والاي تي مانجمنت انا ساعتها اقدر اعمل لكم اللي انتوا عايزينه مش اللي انا بعمله بس. يعني الناس دول بيترجموا البيزنس جولز من فوق ل تارجتس او اوبجيكتيفز للناس الاي تي مانجمنت، ودي ستاندرز بيكونفيرو في الكلام بيكمبيرو يعني او بيقدر بيبنش مارك ترانسليت كلام ده اه ويراجع. ايه انت راجل كده كوبيت سيرتيفايد الراجل ده الاي تي اصلا يعني ليه الاي تي جفرنس مش في الاي تي، هي الاي تي ممكن يكون فيها جفرنس كامل نفسه، ليه يبقى دايما في وسيط بتزود الليفلز اكتر من الاي تي ممكن يكون فيه جفرنس بس هو اللي كوميونيكيت مع البيزنس ويقدر يوصل البيزنس اللي هو يعني التشانل مظبوط فعلا. الجزئيه اللي حضرتك بتتكلمي عليها ديت ناقشنا فيها في السلايد رقم 2 او 3 هي الجزئيه بتاعت ان انت تو بي بايونير وان انت تعمل الجزء اللي انت بتدخل حاجه. احنا النهارده عندنا ايه؟ حضرتك بتروحي تقعدي مع البيزنس دايركت تمام انت عايز ايه؟ هتعمل ايه السنه دي؟ اه اوكي خلاص هبتدي انا اسيت الاوبجكتيفز بتاعتي. تمام كده؟
الناس هنا بتبص عليها من منظور الماتيوريتي لكل الناس. الناس بيتكلموا في السكشن بتاع التجاه، الناس بيتكلموا على اركيتكت بليفل رهيب. تمام كده اهوت. فالجزء الثاني بتاع الجفرنس ده هو فور شور هيبقى فيه جزء جفرنس احنا اتليست تو دايركت، يعني حتى عشان في حد ايه والكبار قاعدين، ده بيطلب طلب بشكل مش منطقي او شكله موجود، خلاص ما نحرجوش وهم يقعدوا بقى ويكتبوا اوبجكتيف كبيره عريضه وبعد كده في الاخر خلاص يدوها للناس. تمام كده. يفضل ان يقعد مع الجفرنس هنا هو فور شور بيبقى ايمرجنت، الاثنين دول بيقعدوا مع بعض في ميتنجز. تمام كده. تاني عشان اجاوب على السؤال بتاع حضرتك تحديدا ان سبيسيفيك، العادي بتاعنا النهارده اللي احنا عايشين فيه كلنا ان وي ار دوينج ذا جفرنس. تمام. زي بالظبط مع الراجل البروجكت مانجر بيعمل شغل البروجرام مانجر. تمام كده. لان هو الانفايرمنت ما هياش ماتيور قوي. البيست ماتيوريتي ايه؟ ان انا ابقى بزنس دريفن. في الاخر خلاص يبقى البيزنس انا عارف هو البيزنس عايز ايه. ما فاجئش بمره ان الحق ده مثلا في هيحصل تعديله كبيره. خليني احكي لكم القصه. مثلا في شركه اسمها مان تراك. سوري مش هروح بعيد، انا هجيب اخو محمود المنطوي. تمام كده اهوت. محمود المنطوي كان سافر يو كي، كان شركه مان تراك شركه كبيره مش ماليه. كانوا هيغيروا الشركه الشحن بتاعتهم، كانت دي اتش ال، وكانوا هينقلوا شركه وكانوا خلاص وبداوا يعملوا الانتجريشن بتاعت الداتا ما بينهم وما بين بعض وهكذا. حلو كده اهوت. وبعد كده يلا اوكي في ميتنج هيبقى مع الناس في اليو كي، فقام الراجل لابس شنطته وساب مراته وابنه قام طالع على اليو كي. نام في الاوتيل شويه. حلو كده اهوت. وبعد كده بص لقى التليفون جاي له من مصر. محمود انت نايم؟ في ايه؟ قالوا لا معلش استنى ايه؟ هنرجع خلاص للسبلاير القديم بتاعنا. لا متهزر طبعا كده اهوت. طيب اوكي يعني ايه الم الشنطه وارجع؟ اقول لا زي ما انت احنا عطيناك تاكسي قال لك ايه؟ وروح. تمام كده اهوت. فهي الفكره في حاجه زي كده اهوت، ان الدايركشنز لما تبقى جايه من البيزنس تمام كده اهوت تبقى اقوى كتير، وخصوصا ان هم في بعض الحاجات بيعتبروها اسرار حربيه. مش دايما هتلاقيه بيقول لك حاجه في دماغه. انما لو هو هيعرف يلعب، لو انا علمته يلعب الدور بتاع الجفرنس، حتى لو هو عنده هيدن اجنده هيقولها لي بوان واي ورا انذر، بحيث ان طب انا هجهز نفسي عشان هو في حاجه، وهو على الاقل هيعرف يتابع. لان مش دايما لو قعدنا مع بيزنس كتير هقدر اخد منه اللي يخليني اقدر اليد فعلا جوه. لو في لاير سنتر اوف اكسبنس كده ما بين البيزنس وما بين الدايركت، يعني يبقى هم عندهم كل البيزنس انفو وهو بيترانسفير الانفو دي في شكل اوبجكتيفز اند جولز للدايركت. بالظبط كده. بتاخد نفس الشهاده الاخرى. ان هو من الاخر ملخص الموضوع، البيزنس اوبجكتيف تتحول لاي تي اوبجكتيف تترجم الى اي تي بروسيسز. فيرسون بيتكلم تو لانجوج، يعني واحد بيتكلم لغه البيزنس وواحد بيتكلم لغه بالظبط كده. وبيجمع بين الاثنين صح؟ تمام كده. هو حتى الاعلى ما بين ده وده دلوقتي هنتفرج عليه البروسيس هتبقى جميله جدا جدا، في ما بينهم وما بين بعض هارموني. الهارموني جايه منين؟ جايه من هنا هو برضه، يعني جايه من البيزنس نازله على الجفرنس ومترجمه واوريدي الكوبيت عامل حركه لطيفه جدا. هنبص ان شاء الله في السلايدز اللي جايه هو حاطط الكومن بزنس اوبجيكتيفز ومترجمها لاي تي اوبجكتيفز ومترجمها لاي تي بروسيسز. والاي تي بروسيسز دي انزل بقى بعد كده في بقيه الفريم ورك كلها. عشان كده في الرسمه لو تفتكروا بتاعه المعبد الروماني دوت الكوبيت موجود فوق والرجلين بتاعته بقيه الفريم ورك اللي عندنا، لان فعلا بجد الكوبيت مجموعات البروسيسز اللي فيه لازم تجرب كل الفريم ورك اللي تحته، لان هو سيتنج دايركشنز لكل الناس اللي معاه. تمام؟ فهو اكشلي الكوبي ملوش دعوه بالمانجمنت، هو دعوه باللاير اللي فوق الحضانه. الاثنين هو الكوبي بيتكلم على لاير الاي تي جفرنس والاي تي مانجمنت، الاثنين بيتكلم على انتيتي. يعني في بروسيسز فريم وركس يعني زي الاي تي ال مثلا. اوكي هو بالظبط كده. هو هتلاقيه جايب سيره مجموعات بروسيسز كتيره قوي شبه اللي موجوده في الاي تي، وهتلاقيه جايب سيره مجموعات بروسيسز كتيره قوي موجوده في البروجكت مانجمنت، وهتلاقيه جايب سيره حاجات في السكيورتي مثلا، هتلاقيه جايب سيره حاجات لها علاقه بالريسك مانجمنت. ولاير فوق. وهو بص اصل هو مش هيقدر يتكلم كل الناس دي، والا كنا جبنا كل الفريم وركس دي وحطيناها كلها في كتاب واحد وجبناها كلها في كتاب واحد. هو الراجل بيتكلم على سكيل عالي جدا جدا، وقال لكل فريم ورك خاص خد وتصرف انت في حاجاتك. تمام؟ طيب الاوبجكتيفز الجفرنس بيعملها ان هو بيدايركت ويمونيتور ويفالويت الشغل بتاع الاي تي.
مش كل اخر سنه هنقعد لا ده الاي تي عمل لنا لا ده الاي تي ما عملناش لا ده كذا لا ده كذا. فلازم جاهز ان انا بقى قلت له لا بص انا عايز فورت اكوردنج للدايركشن بتاعتك انت راجل النهارده في الاول وفي الاخر اي فولوين سام دايركشنز جايه لي من ناحيه البيزنس شكلك شربان صح؟ انا بدور على التكييف فين حقيقي؟ اوكي طيب نفتح ال طب نشوفك شويه ممكن نفتح الباب هو الباب هو انتوجاب بيتكلم انا اسف بيتكلم على الكونسبت اوف ترانسليتنج بقى الاي تي ايفورت في الشركات بالذات البيزنس لماني يعني لما غالبا ليه البيزنس لاير ما بيحسش بالاي تي او ما بيحسش بالايفورت بتاع الاي تي علشان هو انترنال ديبارتمنت وبيبقى هو بيليس استمت الايفورت لكن لما الايفورت ده بيترجم ان ترمز اوف ماني فاليو بيبقى معروف مثلا انت كنت هتعمل الابلكيشن ده اكسترنالي هتدفع فيه 100000 دولار انترنالي يكلفك مان باور وكلفك اوفر هيد مثلا 70000 دولار يبقى انا موفر لك 30000 دولار في الابلكيشن ده وهكذا فبيبقى اخر السنه الاوبجيكتيف اللي كنا متكلمين عليه بنقدر ان احنا نقسم بقى نشوف انا كده فعلا وفرت له كام وهو ده انا حققت له الفاليو اللي هو عايزه ولا لا هل ده جزء من الكوبيت يعني لان مشكله البيزنس كامباني او اللي احنا كنا بنشوفها ان في الاغلب بيبقى البيزنس لاير ما بيحسش قوي لان هو مش عارف السوق بره ومش عارف سعر الابلكيشن دوت ومش عارف قد ايه التشينجز سبيشالي اللي بيطلبها على الابلكيشنز يعني هاو امباكت على الابلكيشن دوت وازاي هتكلفه لو كان هو بيتعامل مع شركه لا هو الكوبيت ما بيترجمش الحته دي الكوبيت ما بيتكلمش على ترانسليتنج السيرفيس بتاعت الاي تي انتو مان بس كان في عندنا الاسبوع اللي فات كان في الاي تي دايركتور كان جاي من السعوديه وكان جاي ياخد كده ال 20000 و 27000 الحمد لله خلصهم وراني اكسل شيت كده اهوت ورقه اكسل عادي جدا جدا وان بوك كده اهوت مترجم فيها اكسشينج سيرفيس لفلوس وواصل في اخر الدراسه بتاعته في الاخر خالص ان المسج الواحده بتكلفه 43000 وان الفرد الواحد بيكلفه قد كذا وان المسج الواحده بتكلفه قد كذا طيب يا حاج يوسف انت عملت دي ازاي؟ قال لي بص انا عامل سكرولنج اب فوق قال لك بص بقى يا سيدي اللايسنس قد كذا السيرفر قد كذا النتورك انت بتاخد منها برسنتج زي مثلا 10% والنتورك انفراستراكشر بتاعتي قد كذا يبقى 10% بتاعتك قد كذا بتاخد من ال ال يلا ربنا مش بنسى اسمه اللي فيه اسماء وال الاكتف دايركتري بتاخد من الاكتف دايركتري بتيوز الاكتف دايركتري 50% من اليوزج والاكتف دايركتري بقى اللايسنس بتاعته قد كذا وموجود على سيرفر كذا ومعمول له ريبليكيشن كذا يبقى ادي كل تكلفه السيرفيس بتاعت ايميل اقسم على عدد اليوزرز اقسم على عدد المسجز اللي طالعه اقسم على السايز اللي طالع اقسم على كذا اقسم على كذا خلاص بقى عندك كل حاجه فالجزئيه بتاعت ترجمه السيرفيس اللي انا بعملها لفلوس او ترجمه انا وفرت كام فور شور البيزنس مش هيبقى انترستد ان هو يعملها بيعملها ليه عشان يقول ان انت شاطر خلي كده جزء من الايت في ناس بتعمل كده علشان تعرف انا اللي بعمل اكسبانشن لا لا وكمان عشان لا عاوز يعرف الاكسبانشن ازاي هتلاقي نفسك انت كاي تي بتعملها ما هي موجوده في الاي تي بالظبط كده المقصود ايه؟ المقصود ان البيزنس مش هيعملك دي احنا بنعملها هو ده يعني هو ده الجزء من الفوكس الكبير بتاع التوب توب توب مانجمنت بتوع الاي تي ناس صغيرين ركب سيرفر ركب راوتر وهكذا يمكن عشان كده في اي اكتيفيتي جديده او بروجكت جديد او انشيشن جديد من عند الاي تي دايما بيعمل ار او اي اناليسيز وبيقدمك مع البيزنس كيس او البيزنس ستوري اللي بيقدمها للتوب ده جزء من الاي تي فاينانشال مانجمنت اي تي سيرفيس مانجمنت فالار او اي هو الحاجه الوحيده اللي بتقدر تترجم بيها حاجه زي كده ده عشان انت خلي بالك من حاجه انت رحت وعملت الهيدج ده ليه؟
عشان انت بتحاول تحط حاجه جديده حرام وعمال تقنع البيزنس بيها. حلو كده اهوت. انما لا انت ممكن تبص لنفسك ايه البيزنس عايز يعمل كذا. طب يا جماعه ده كان بي لون ثرو واحد او اثنين او ثلاثه بليز تيك ديسيجن. ماي ريكومنديشن از ان احنا نستعمل الحل الثاني. تمام؟ او ان انت معلش هتقعد تعمل حركه ثانيه زي بالظبط ما محمود قاعد عمل الكوست بتاع كل حاجه وقال لك هو وفر لك كام او الكوست بتاعته ليه الكوست بتاعته كده هو. انت هتقعد تعمل برضه البروز اند كونز وهتقعد وهتعمل برزنتيشن وهتشرح ليه انت عايز تعمل التشينج دي هي وهكذا. تمام؟ طيب تاني جزئيه هنتكلم عليها في السؤال ديت هنتكلم على البورد ممكن يكون فيها ايه؟ ممكن يكون فيها الاونر لو البزنس معقول او هو عنده ويل اندرستاندنج للاي تي، البورد ممبرز، دايركتورز، بارتنرز، سينيور اكزيكتيفز او سيميلر. وفي الحاله دي الجزء اللي حضرتك بتسالي عليه هيبقى بيتريبريزنت هنا هو الاي تي دايركتور هيخش ضمن السينيور اكزيكتيفز. انترنال كونسلتنج بالظبط كده. لان في الاول وفي الاخر هو الراجل ده هيبقى بيلعب تو رولز، هيبقى بيلعب جزء في الاي تي جفرنس وهيبقى بيلعب جزء في الاي تي. الفوكس اريا بتاعتنا الفاليو ديليفري، استراتيجيك الاينمنت، ريسك مانجمنت، ريسورس مانجمنت، بيرفورمانس مانجمنت. فادي الكلام وضح نفسه مش حاجه قوي ممكن نتكلم. طيب تاني بالنسبه للجزئيه بتاعت الاي تي جفرنس والاي تي مانجمنت بنقول الجفرنس ترانسليشن اوف ذا فيجن انتو بوليسيز. الفيجن بتاعتنا ككمباني انا هترانسليت الكلام ده انتو بوليسيز هحطها للاي تي. المانجمنت بي ميك ديسيجنز تو امبلمنت ذيس بوليسيز اللي نزلوا من الكابيتالز. اوكي؟ طب واتس ان ات فور ذا بزنس؟ يعني طب ليه بقى الكوميت اصلا ياخد البزنس؟ ما هو برضه كل الكلام ده كلام عام وتعميم ده كلام عام، احنا عايزين الكلام اللي ناخده فعلا بجد بزنس لانجوج. اتكلم الكلام دوت يترجم للناس. اشور البيزنس بنفيت ريلايزيشن ده يا جماعه لو انتوا عايزين بنفيت ايه البنفيتس اللي انتوا مسمينها اي تي 1 2 3 4 خلاص ده اشور الكلام ده ازاي؟ عن طريق ان في ناس هتقعد وهي اللي هتدي دايركشنز ليه 1 2 3 4 دول احنا اجتهدنا وي سبنت لوتس اوف تايم لوتس اوف اورز ترانسليتنج سمثينج يو ديدنت سيت. انما انتوا لو هتدونا البنفيتس اللي هي واضحه وصريحه خلاص هنقدر احنا هتبقى في عندنا فيجن اوضح هنقدر نبلاي ليها الكلام ده. بالانس الريسك تاني بالانس مش ريموف الريسك. Optimize resource utilization, regulatory environment, we separate governance from management. We حتى يعني الاكزامبل اللطيف اللي فيها نقول لك ايه ما ينفعش الديفلوبر والتستر يبقوا شخص واحد. افصل ده عن ده، ما ينفعش هو اللي بيحاسب نفسه، هو فاهم حاجه وراح ينفذها وبعد كده قعد يفاليديت على نفسه وبعد كده طلع في اخر السنه يقول لي ده مش ده اللي احنا عايزينه. تمام؟ ريجيلاتوري انفايرمنت يعني فيها الريجيليشنز ما بيننا وما بين بعض، مش احنا اتفقنا من شويه ان الكوفيد اللي هو بيعمله ان هو بيست دايركشنز للاي تي. حلو كده؟ فهي ريجيلاتوري انفايرمنت هنا هو المقصود بيها ان في ريجيليشنز ما بيننا وما بين بعض في اوبجيكتيف واضحه وصريحه، انت عارف انا هعمل لك انت ايفالويشن وهكذا. طيب who should care very simply business owners managers IT management, business owners, we, the team, we, advisor, we, consultant, وفي الاخر خالص تلوات الفلوس. تلوات. بعض الناس من اللي بتعمل الاوديتنج مثلا شركه زي شركه برايس ووتر هاوس، بعض الحاجات اللي هي بتعملها في الاوديتنج بيبقى من ضمن الحاجات اللي هي او الميثودولوجيز اللي هي بتحب تمشي عليها بيبقى الكوبت والاي تي لان هم دول الاثنين يعني في كافه فيموس مشهوره جدا عشان المانجمنت بتاع الاي تي. اوكي؟ خلونا بقى نتكلم على الكوفيد 5 فريم ورك. هو شخصيا بريف جدا جدا في سلايدز، هي في سلايدز ثانيه عندها هايدنج عشان الوقت لانه محكوم جدا جدا بالوقت، بس لو يعني الموضوع كده ايه سخن او فاتحها او بيتكلم فيه ان شاء الله. طيب الفريم ورك الكوفيد فريم ورك نفسه هو بيتكلم على برنسبلز وليبلز، في عنده مجموعه مانجمنت براكتسز، في عنده فريم ورك بتاعه هو، وفي في الاخر خالص governance suite management. هو ده الفريم ورك بتاع الكوفيد 5. تمام؟ باراجراف كده هو صغير لطيف. Based on five principles, seven enablers, COVID 5 uses governance and management practice to describe actions that are explained of good practice to affect governance and management over enterprise. Many of these
parties and supplying activities. Support. Supporting. Support. Sorry, support activities exert control over the proceeds to deliver the required work. In principles, بسرعة جدا جدا. In principles, by the way, حاجات مش tangible قوي. Principle لازم يكون في المبنى دايما اللي احنا بنفكر. يعني make the stakeholder needs لازم تبقى دي على طول في دماغي. لأن لو قلت نروح نترانسليت كمان شوية. Covering enterprise end to end لازم الفوكس بتاعي ان الاي تي بتاعي كفر كل حاجة. فاهم كده اهوت؟ مش بس هنكفر السيلز، مش بس هنكفر الفاينانس، مش بس هنكفر مثلا مجموعات شوية معلومات عن البرفورمانس بتاع الاكسشينج السيرفيس بتاعتك كانت عاملة ايه وهكذا. ان انا مثلا ممكن تبص تلاقي في دروب في البيزنس، ايه ده ليه يا جماعة الدنيا هنا حصل في ايه ما كانش في بيع اللي في اليومين دول. لو انا الدنيا عندي انتجر يعني اند تو اند رابطة مع الداتا بتاعت النهار، اصل الفترة دي كانت النتورك واقعة اليومين دول وبالتالي مفيش بيع ظهر على السيستم وبالتالي هم الناس سجلوا كل حاجة ورقيا وبعد كده عملوا ده. فيبقى في عندك دايما لو انت عملت كفر للانتربرايز اند تو اند فعلا بجد هيبقى عندك الفول فيجن دي اللي بيحصل عندك. Applying single integrated framework والراجل ده بيتكلم طول عن طيب ده project manager عايش لوحده والراجل ده بتاع writer عايش لوحده وده الراجل بتاع information security عايش لوحده تمام. انما الكوبل انا جاي على الناس دي كلها بقول لهم لا بصوا بقى خلينا نتكلم يعني لازم يديكوا دايركشن واحد اللي هو الكوبل هو اللي هيمانج ده ولا هيديكوا دايركشنز وبعد كده كل واحد فيكم هيبتدي يشتغل في الجزئيه بتاعته الانيبل هوليستيك ابروتش هوليستيك اللي هي انتجريت مع بعض وسيباريت الجفرنس فروم مانجمنت وده لازم يبقى جزء من البرنسبلز بتاعه. خلينا نتكلم على الانيبلرز. في الاول الانيبلرز ار فاكتورز ذات انديفيدوالي اند كولكتيفلي انفلوينس ويذر سمثينج ويل ورك اور نوت اللي هما البرنسبلز بتوعه البروسيس organization structure, culture, ethics and behavior, information, service infrastructure and applications, we people skills and competencies. طيب خلينا نمسك في اهم واحده فيهم اللي هي business objectives to IT objective. كل الكوبيت لو شلناه كله يعني الراجل ده عايزين نفوكس على جزئيه فيه الكور القلب بتاعه هي الاوبجيكتيف مان من البيزنس الى اي تي بروسيسز. وفي كمان عندنا اكسل شيت مخيفه كده بس ما بنحبش نشيلها قوي لان هي الرقم اللي فيه حتى خبط بيتكلم البيزنس اوبجيكتيف من حوالي 13 او 17 بيتكلم في اي تي اوبجيكتيف وبعد كده اي تي بروسيسز بتاعته مترجمينها ناس معينه دلوقتي الى اي تي اكتيفيتيز مترجمينها ل 11000 اي تي اكتيفيتي. انا بص بقى لو كنت عايز تنفذ كل الحاجات دي اعمل 11000 اكتيفيتي دول انت اللي هتخلص منها بيزنس 11000 كتير قوي تمام. طيب الجولز كاسكيد بتبقى ماشيه ان انا في الاول خالص عندي الستيك هولدر نيدز تمام كده اهوت هم انترستد في ثلاث حاجات بنفيت ريلايزيشن ريسك اوبتمايزيشن وريسورس اوبتمايزيشن. هيترجموا الكلام ده الى انتربرايز جولز هم بيقعدوا مع بعض في الاوضه في البورد روم بتاعتهم طبعا احنا عايزين ايه طب كذا طب كذا طب كذا خلاص فبيقدر سيتنج ليه انتربرايز جولز اللي منها احنا هنترجمها لاي تي ريليتد جولز اللي منها بتترجم الى انيبلر جولز اللي هي مجموعات البروسيس بتاعك الكود. يبقى ده كده الستبس اللي احنا هنمشي فيها عشان نحقق الاي تي اوبجكتيفز تمام. انا عارف الدوز نفسها الجرعه نفسها النهارده كبيره وضخمه الكومنت ده ممكن نبقى نعمل له لو يعني لو حضراتكم في الاخر خالص حتى نعمل زي سيرفي كده اهوت سريع النكست سيشن انتوا هتبقوا عايزينها على ايه من ضمن الحاجات اللي احنا هنتكلم عليها النهارده تمام. طيب نخش بعد كده على الجزئيه تاني احنا اللي احنا هنعمله النهارده ان احنا هنمسك الانتربرايز جولز ونعرف ايه هي عباره عن ايه وبتتكلم عن ايه مين ليه كومنت حاططهم هم بيني فعلا بجد يمشوا معايا انتربرايز. وبعدين هنعمل لهم مابنج على شويه جولز ثانيه هتبقى بتاعت الاي تي وفعلا ساوندز لوجيك جدا جدا ان هي فعلا بتمين بزنس جول دي هي. وبعد كده هنتكلم على الاي تي بروسيس. فدي الكوفيد 5 انتربرايز جولز دي السجست جولز طبعا عارف ان انتوا مش عارفين تقروا ولا انا. المهم هو قسمها الى اربع سيكشنز الفاينانشال جولز الكاستمر جولز انترنال وليرننج وجروث اللي هم بوست بروجكت هتلاقيهم بتوع السكور كاردز هم دول اربعه فوكس ايز بتوع السكور كاردز غالبا هم بيبقوا دول.
في عندنا مثلا ستيك هولدر فاليو اوف بزنس انفستمنت، ما فيش بزنس عندنا ما فيهوش الجزئيه دي. تمام، خلينا ناخد واحده من هنا اهوت، نكون مثلا على ال البزنس سيرفيس كونتينيوتي اند افيلابيلتي. بزنس سيرفيس كونتينيوتي اند افيلابيلتي، في بزنس مش عايز ده، فناخد اي واحده في اللي بعديها. عايزين اوبتمايزيشن اوف بزنس بروسيسز كوست 12. اوبتمايزيشن اوف بزنس بروسيسز كوست، في حد مش عايز ايه؟ مش كل الناس عايزاه. وبعد كده هو التاني نتكلم على البرودكت اند بزنس انوفيشن انوفيتيف كالتشر. كل المجموعات دي بتاعت الجولز هتلاقوها بتماتش مع اي حاجه. وفور شور كل واحده من دول يا اما هتبقى بتتكلم على يا اما بتعمل بنفيت ريلايزيشن ريسك اوبتمايزيشن او ريسورس اوبتمايزيشن. دي البرايمري والسكندري، يعني بيقول لك دي بتاثر قوي قوي هنا بشكل برايمري هنا هو وهي سكندري في الجزئيه دي هي وقت. فالكوبيت 5 جمع مجموعه من الاوبجيكتيفز وقال لك هي دي الانتربرايز اوبجيكتيفز، هتماب مع اي انتربرايز موجوده فيه. تمام؟ طيب بعد كده هو هناخد السلايد دي عملوا ايه؟ جابوا هنا هو قال لك دي الاي تي ريليتد جولز. اولموست اما ترجم كل واحده في السلايد اللي فاتت في البيزنس جولز الى اي تي جول. وقام عامل لها مابنج حلو جدا جدا، قال لك بص بقى يا سيدي دي الانتربرايز جولز حطهم هنا اهو 17 وما قايل لك ادي الاي تي ريليتد جول وهاو ات فيتس مع الانتربرايز جولز. مثلا خلونا ناخد اي واحده، ناخد مثلا اول واحده عشان هو واضح جدا. بنتكلم في الاين اوف اي تي بزنس استراتيجي ده اللي هو الاي تي جول بقى، قال لك انا هالاين اوف الاينمنت اوف الاي تي بزنس استراتيجي. وده بيميت برايمري مع الستيك هولدر فاليو اوف بزنس انفستمنت، بيمات برايمري برضه مع هاخد البي هات وبعد كده همشي اوكي البيز والاسس هاخدهم بالترتيب. الستيك هولدر فاليو اوف بزنس انفستمنت دي نمره واحد، نمره اثنين بورتفوليو اوف كومبيتيتيف برودكت اند سيرفيسز، نمره ثلاثه اللي هي فيها السكندري مانجمنت بزنس ريسك، وبعد كده نمره سته اللي هي كاستمر اورينتد سيرفيس كلتشر وهكذا. ملخص الموضوع عمل ايه الراجل؟ ان هو كان جاي البيزنس جولز وقام حاط اي تي جولز وقام عامل لهم مالي، فبحيث ان انت خلاص اوكي اكسب انا كل واحده من دول البيزنس عايزها انا عارف ايه هي مجموعات الجولز اللي عندي انا اي تي اللي هتميت وبعد كده قام واخد الاي تي ريليتد جولز وقام حاطط جنبها بروسيسز. الكوفيد بالذات تحديدا عشان حضراتكم تبقوا بقيت الناس هتبصوا تلاقوهم بيتكلموا في اوكي الكوفيد ده ايه ده ربنا يكرم ان شاء الله هنبقى جميل في الموضوع ان احنا النهارده هنعمل ده. تمام؟ يبقى ده كل الكوفيد عمله ان هو قام جاي ماسك تاني الاي البيزنس جولز مترجمها الى اي تي جولز مترجمها الى اي تي بروسيس. وناخد بقى كل واحده من القصتين ونتكلم عليها والانبوتس والاوتبوتس وهكذا، وبعد كده بعد شويه اقوم عامل ريفيرنج للايتم وهو معانا من ريفيرنج بروجكت مانجمنت وهو معانا من ريفيرنج للسكيورتي وهكذا. جاوب كده احسن شويه ولا لسه مش طايق؟ لسه ايه؟ لسه مش طايق. طيب تاني كوميك بروسيسز هنا دي الجروب اوف بروسيسز كان بيقول ان في الجفرنس في عندنا مجموعه بروسيسز للدايركت اللي بعد كده اوت بوت دايركت المانجمنت عشان تحط البلان بيلد البلانز بتاعتها بتران الاي تي بتاعها بتعمل مونيتورنج ويعمل ريبورتنج للجفرنس اللي هي كمان بتعمل مونيتورنج وبتيفالويت وتعمل دايركت تاني وهكذا. دي سايكل قويه جدا جدا ما بين الريليشن ما بين الجفرنس و تاني بسرعه كده هو دايركت مونيتور بي ايفالويت بي الاين بي بلان بي اورجنايز بي بيلد بي اكواير بي امبلمنت بي ديليفر سيرفيس وي سبورت بي بيعمل مونيتورنج بي. ده كده بسرعه جدا جدا الجزء بتاع الكوميت. تمام كده اهوت. انا عارف الموضوع يعني تقيل وفي حاجات كتير وهكذا بس تو ذا بوينت. كوميت مينلي بيترجم البيزنس اوبجيكتيف
اي تي اوبجكتيف تنتج معايا بقى اي تي بروسيسز. بس ما قلناش ازاي احنا جميل احنا عملنا سيت اب انا ازاي بميجر او ازاي بعرف انا محقق قد ايه من الاي تي. Four levels of knowing something. نعرف it exists. Basics. هي الفكرة ان احنا ممكن نعمل بقى السيشن اللي فيها الديتيلز بتاعك. لا ممكن تلاقي انك هتعمل في الشيت الاكسل شيت انه يعني انا شفت مابنج او الماتريكس معمولة لكن يعني اكيد مش ده الطريقة اللي هيستخدم. فور شور طبعا انا بديك طريقة حاجة اسمها لاين تغيير لاين. انتوا الديتيلز بقى الكلام ده كله في ترم معين للبروسيس. الفكرة بس ان احنا يعني بندي في كومنت فليفر. طب ايه الكومنت؟ بس في الحاجة دي في انه طبعا بيميجر ويعرف اونلاين مش اونلاين قد ايه الكلام ده. خلي بالنا من حاجة ان ده فريم ورك في اخوه الايزو الموبايل تشيك ليست عندك؟ عندك؟ لا ما عندكش لا معلش انت لسه رقم شغل مش على الستاندرد. فرق ما بين الستاندرد والفريم ورك عندك زي ايه؟ طيب تمام كده اهوت. هنتكلم على الايتم بسرعه هي مش طويله هي قصيره لان طلبنا يعني عارف ديتيلز كتير عن الايتم ان شاء الله بعد الايتم على طول هناخد بريك سرعه. الايتم بسرعه هو طب الاول في حد مش عارف ايتم؟ انا كنت انترست ان انا اعرف تفاصيل. ايه طب كمل تمام. يبقى احنا هنبتدي معاك الحدوته من قبل الايتم شويه. هنبتدي معاك من حاجه اسمها الاي تي اس اي تي سيرفيس مانجمنت. احنا بنقدم ايه؟ احنا كلنا في اي تي بنقدم سيرفيس. انت السيرفيس دي عندك ايميل سيرفيس ريجاردز بقى او اكسشينج او بتتكلم في اي بي تليفوني سيسكو بقى ولا كذا ولا كذا مش فاهم معانا ايه بتقدم ترانزكشنال سيستم فانت بتقدم سيرفيسز كتير. طب هاو دو يو مانج السيرفيس دي؟ ستارتنج اول ما بتبتدي تطلعها الى طب يا جماعه انتوا عايزين ايه في السيرفيس دي هي حجمها قد ايه هتستوعب كام ميل بوكس هتستوعب كام يوزر طب الكباسيتي بتاعتنا في الاستورج كل يوزر هتبقى قد ايه وهكذا مرورا بان انت بتجيب السي دي هاي وتمبلمنت وتعمل وتعمل عندك تيستنج انفايرمنت وتظبط مثلا وتموف من فيرجن لفيرجن وهكذا تمام. وبعد كده اهوت بتوبريت يعني حاجه بتبقى على سلابل وشغاله وكذا 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 تمام كده اهوت ليه ان انت في الاخر خلاص عمال تعمل موفمنت للسيرفيس اللي انت بتقدمه ده الاي تي سيرفيس مانجمنت. يبقى ده حاجه انا عايز اعملها مانجمنت. طيب الحاجه اللي انا عايز اعمل لها مانجمنت انا عايز وانت عايز وانا عايز كذا 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 فانت بتعملها بطريقه وانا بطريقه وده بطريقه وده بطريقه. طيب قعدنا مع بعض قلنا طب يا جماعه بقى البيست براكتس بيقول ايه؟ البيست براكتس في الاي تي سيرفيس مانجمنت ايه؟ وقعدوا لموهم مع بعض في الاوضه وطلعوا الفريم ورك بتاع الاي تي انفراستراكشر. Very quickly, ITSM, IT Service Management refers to the implementation and management of a quality IT service that meets the needs of the business. IT Service Management is performed by IT service providers through an appropriate mix of people, processes, and information technology. That IT Service Management. And IT, very simply, the IT Infrastructure Library is the most widely accepted approach to IT Service Management in the world, blah, 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 blah. Amazing. كده السؤال بقى المهم بالنسبه لي الاي تي سيرفيس مانجمنت او الاي تي تحديدا يعني بيتكلم في المانجمنت بتاع الانفراستراكشر بمعنى انفراستراكشر اللي احنا حاطينها بتاعت الاي تي يعني سيرفرز وبرودكت او سيستم بتابلاي على شيء معينه وهاندل السيرفرز دي والليتنسي بتاعها قد ايه والافيلابيلتي بتاعت السيرفر ايه بالظبط والكلام ده كله ولا بنتكلم في اي تي سيرفيس وات ايفر سيرفيس يعني انا بقدم سوفت وير او بقدم سولوشن اتس سيرفيس بقدم سيرفيس ديسك مثلا فده سيرفيس. احنا بنتكلم ميلي في الجزئيه النهارده بتموت عن المانجمنت سكيلز مش بنتكلم على التكنيكال ولا على السوفت سكيلز. تفتكر الثلاث ورا اللي سمعناهم في يا جماعه بصوا في مانجمنت سكيلز في سوفت سكيلز وفي تكنيكال سكيلز. التكنيكال سكيلز بتاعت اوكي طب هو عامل ايه بقى كده البورت ده انا فتحت البورت ده ولا صح انا فتحت البورت ده ولا اللي جنبه او التكنيكال انا نازل استهادي دي اول ولا دي اول ولا وهكذا دي التكنيكال سكيلز. احنا هنا بنتكلم على موست بروبلي الورقيات صح التعبير ربنا بنسميه كده الورقيات. انا عندي ورقه بتقول ان الكباسيتي بتاعت الميل لازم تبقى كذا مكتوبه
سيبك بقى من دي، مش قصدي التكنيكال برسبكتيف، يعني مش قصدي ان هو هيشرح تكنيكال وايز، يعني هو هيبقى بيرفورمينج مثلا على الاكسشينج او زي ما اتصدر لك دايركتلي الكلام ده. انا قصدي هل هو التارجت بتاعه هو باصص على اللاير ده، اللاير ده اوف انفراستراكشر، ولا انفراستراكشر اوف اي تي، ان انا يبقى عندي ليفل ببقى باصص على كل البرودكتس اللي انا بقدمها، سواء كان مثلا عندي اي ار بي سولوشن وعندي ميل وعندي كذا وعندي كذا وعندي كذا، كل ده انتجريتد مع بعض وازاي بعملهم مانجمنت. الاثنين بنتكلم عن كده، انت في عندك في 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 بايثون بتعمل حاجه اسمها كاتالوج. الكاتالوج ده فيه كل السيرفيسز اللي عندك، تمام؟ في من ضمن البايثون بنتكلم على كونفجريشن مانجمنت بقى. لا بص انت هتقفل البورت ده وتفتح البورت ده، لا دي فدي ده جزء من اللي البايثون بيتكلم عنه. طيب what's in it for the business? Benefit realization، ودي أول حاجة خلاص الحمد لله عرفناها من ساعة الكوفيد. Align IT with business gained by service. في الميل أنا عايز أدي كذا، وفي الـ ERP system عايز كذا، وفي الـ network عايز الـ speed كذا. تمام؟ unique framework بيتم الناس كلها، will define processes for running IT service. طيب who should guess? All IT staff, all key users, any IT supplier interface, many others طبعا. دي ال stages بتاعة الايت بيتكلم فيه سيرفيس استراتيجي، الاستراتيجي بتاعتنا ايه وهننزل ايه سيرفيس ومش هننزل ايه سيرفيس وهكذا، هي الكتالوج بتاعي وانا عندي ايه سيرفيسز وهكذا. سيرفيس ديزاين ده اللي بقعد احدد فيه طب السيرفيس دي هيبقى حجمها عامل ازاي؟ ايه الحاجات اللي هتبقى جواها؟ وهكذا. سيرفيس ترانزيشن او الديبلويمنت او مش امبلمنتيشن اللي هو البيلدينج، يعني هنا سيرفيس ترانزيشن دي اللي هي البيلدينج بتاع السيرفيس نتورك خلاص. اي ار بي سيستم خلاص يا جماعه احنا بنعمل بروجرامنج ايه؟ والله سكيورتي امبلمنتيشن خلاص بقى امبلمنت سكيورتي وهكذا. وسيرفيس اوبريشن انا خلاص هي اب اند راننج وخلاص انا بقى اوبريت الشغل اللي جواها. وكونتينيوال سيرفيس الرسمه دي هيبقى فيها اغلب الحاجات بتاعت الاي تي، فيها السيرفيس استراتيجي بيقول ان احنا بنتكلم على الديماند مانجمنت، بورتفوليو مانجمنت، وفاينانس مانجمنت، سيرفيس ديزاين، سيرفيس ليفل مانجمنت، كاباسيتي، افيلابيلتي، كونتينيوتي وهكذا. سيرفيس ترانزيشن نعمل فيها الاسيت الاسيت مانجمنت، كونفجريشن مانجمنت، ريليز وديبلويمنت، وحتى الناس كتير قوي بتحب تبتدي بالريليز والديبلويمنت، انا بنزل ريليز او بعمل ديبلويمنت للسيرفيس بتاعتي. بيجي لي تشينج من هنا اهوت او يوزر ريكويست عايز يعمل تشينج، ف هاو تو مانج التشينج ده اهوت، ازاي ان انا يبقى عندي في حاجه اسمها البورد، البورد بتاع التشينج هم بيقعدوا لازم يمضوا، الله طب البورد مش موجود وفي مصيبه، اوكي يبقى في عندي اي كاب اللي هي الامرجنسي تشينج بورد وهكذا. في عندنا الايفنت والانسيدنت والبروبلم والريكوست فولفيلمنت والاكسس مانجمنت، وفي كونتينيوال سيرفيس امبروفمنت ستيبس بتاعه. دي مجموعه البروسيسز، البروسيسز بتاعه ال طيب بعد كده ان شاء الله هنتكلم على حضرتك في حاجه. هو احنا هناخد البريك بتاعنا بس عشان البريك جاهز قبل ما ندخل في الجزئيه دي. طيب بس بفكر حضرتك ماشي كده. احنا خلصنا الجزء الثاني بتاع الايتم زي ما قلت لكم، احنا خدنا خلاص كوبيت والايتم، هناخد بريك سريع ونرجع ثاني ان شاء الله ناخد بس هنتكلم على البروجكت مانجمنت، وهنتكلم على الجزء بتاع التوجاف ده دي لذيذ ولطيف نون اي تي خالص، بس اتس وورث ان الناس تبقى عارفه الناس بره بتتكلم في الجزء بتاع الاركتكت. وفي الاخر خالص هنفاينلايز برسمه واحده فيها الاوفرلابنج بتاع مجموعه البروسيس اللي احنا اتكلمنا عليها. اتفضل اتفضل يا جماعه.